الحلويات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم. دابا الكبيدات غادي دوزوا معايا هاد العشيه هادي. اليوم صراحه فقت معطله، اليوم ما فقت حتى لشي جوج، عاد فقت من النعاس. المهم ملي فقنا راكم عارفين اميره خاصك دوز معها امها واحد الساعه ولا جوج سوايع عاد باش تنوضي. المهم انا حتى شعري والله راني غير درت لا روتين وشعري مازال ما حليتوش، دايره الكرينات مازال ما حليتهمش وصافي. المهم غادي دوزوا معايا ان شاء الله هذا النهار هذا قبل الفطور مور الفطور. يمكن ان شاء الله في الليل غادي ندير واحد الماسك لوجي غادي نشاركوا معكم ان شاء الله. المهم الكبيدات نخليكم مع الفيديو. هذيك لا بودغ ديال التشي اللي انا كنستعملها ماسكات لوجهي وقوماج وكنستعملها حتى في الحلويات، هما هادو البلاد. دوك القشور ديال التشين انا ما كنرميهمش، كيكون مغسول بيان سور التشين. اللي كلا شي التشينا كيجي كيحط لها ديجا، راه عندي خنشه واحده اخرى خصني نطحنها. اللي كياكل شي التشينا كيخلي ليا القشور هكا يبشو. دابا راه على عيني يبشو، مازال واحد الشيء مخصهم يوليو مقرملين فريمون. فاللي عندها الشمس انا مالوغوزمون كنخليهم يبسو غير في الدار، ما عنديش الشمس. اللي عندها الشمس ديروه في شي صينيه وطلعوا مثلا للسطح ولا تحطوه في شي بلاصه فيها الشمس باش دغيا كيكرمو وكيبسو. هادو من بعد غادي تطحنيهم وديريهم غبره في شي حكيك وتبقاي تستعمليهم مثلا في الحلويات، مثلا في المسكوته، في داك غريبه ديال السميده والكوك كتحمقني دايغ داك غريبه كنديرها فيها. مثلا في الفقاس الا بغيتي تزيدي واحد لوغو ديال التشين في الفقاس ديريه، ولا حتى داك الفقاس اللي ماشي اللي باللوز اللي كيكون بالفواكه الجافه بحال التشين وهاديك الشيء الفواكه معسله بارون ديال التشين وهاديك الشيء، فكتزيدوا معلقه منه. المهم اي حلوه نتوما بغيتوها، فليكريب مع الطحين تقدري تزيدي معلقه من هاد التشين كيعطي فريمون واحد لوغو ديال التشين فليكريب خيالي خيالي خيالي. وحتى داك البيض مثلا الا ما كنتيش كتخلطي الخل ولا هذا ما كتبقيش تشمي داك الزفره ديال البيض. راني كنجمع الدار وكنوريكم. وحاجه واحده اخرى البنات، هادو العضومه هادو ديال المشماش، هادو ما ترميوهمش، انا ما كنرميهمش البنات، انا كناخذهم هاد العضومه هادو كنهرسهم، كناخذ داك القلب ديالهم اللي في هاد العظم كنخليه يبس وكنطحنو وكنديرو ماسكات لوجهي. ناري يا البنات، ناري 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 ناري. عرفتيكو كنتعرفو الفوائد وشنو كيدير النويو دابغيكو في الزيوت. ديجا غير قرعه ديال الزيت ديال 30 مليليت هنايا كدير 3000 ريال ديال هاد القرعه هادي ديال النويو دابغيكو في لي بارافارماسي. علاه نقولو علاه 3000 ريال مغربيه كدير 150 درهم ولا 140 درهم 140 درهم هكاك. المهم راه علاين 30 درهم ناقص 10 دراهم، علاين 3000 ريال ناقص 10 دراهم، خيالي البنات. انا ما كنرميش ما كنرميش فريمون. ديجا راه عندي قرعه كنطحنها، مازال ليا واحد شويه ديال الغبره مازال ليا، ولكن غادي نرميه جاني فحال الا قدام حيت شحال هادي هو عندي. فهادو دابا مع كاين الوقيته ديال المشمش، هادو كنغسلهم كنخليهم يبسو، من بعد كنهرسهم وكناخذ داك الزريعه اللي لداخل، وهذيك الزريعه كنخليها تنشف و كنطحنها حتى كتولي غبره وكنبقى نديرها ماسكات. المهم شينا ان شاء الله نشارك معكم الماسك ديال هادو ونقول لكم حتى الفوائد ديالو. وي او نو؟ وي او نو؟ ما بغات تو فو فوار سابرينا وي او نو؟ Oui ou non? On dit oui ou non? Oui ou non? Ah oui, il dit, hein, dira tu es béni. Tu veux voir ça vrai? La vie, la tchèque. Tu veux voir Sabrina? Oui. Tu veux que je te mette Sabrina sur la télé? Tu veux voir Sabrina, oui ou non? Bah, réponds-moi, regarde-moi dans les yeux. Tu veux voir Sabrina? On dit pas? Ah! Oh. On dit oui. Oui. Voilà, tu veux voir Sabrina? Naila. Tu veux voir Sabrina, oui ou non? Oui. Voilà, on dit oui, mamie. Oui, mamie. Voilà, tu veux voir Sabrina? Mina. Oui, là. Oui, là. Oh, d'abord, je ne sais pas si je vais finir ou pas. Je vais finir là, je vais finir. Je vais غادية فين؟ شنو بغيت؟ شنو؟
Quoi? Le jus d'orange, il est là-bas, le jus d'orange, là-bas, là-bas, va le prendre. Ah, yop, tu veux yop? Ah, yop. Yop. Ça? Ya. Ya, le hit. Ya, le hit. Ah, je veux que tu me fasses une fois. Ya, le hack. Thank you, Mina. You're welcome, Mina. Thank you, Mina. Non, on dit thank you, mami. Mais chez Mila, c'est toi, Mila. Thank you, Mina. Mais non. ما كده يا خالي يوم بس عدي مالكي يا ميلا ما عندي با thank you ميلا عندي thank you مامي يا ميلا مينا هالشي معليش غادي نحطه هنا يم بعد غادي نديزافي في كل شي بجابل صالح قبل أصلا غادي نصحها هذا في الزو بطاطا عاوتاني مشي حدا الكاش شتي وخامة وهنا الحليب عصير لا بات فيتي جاب لي الاناناس اه البنات عرفتي شنو شهوتي في الطاجين ديال الاناناس مع السل والقرقاع يا البنات غادي نديرو لكم ان شاء الله شي نهار غادي نشاركو معاكم والله يا البنات حتى تاكلوا سبحان يديكم مورا ما عرفتش دابا انا ماشي بحال صايمه جالسه كنتشها ولكن فريمون الطاجين انا كنهبل على الطاجين بالبرقوق شتي مني كنكون هنايا في فرنسا شحال هادي وماما كتقول لي شنو نوجد لك ملي تكون جايه كنقول لها زعلوك وطاجين ديال البرقوق شوف كيتشابهوا زعلوك وطاجين ديال البرقوق كيحمقني الا شي نهار شي وحده بغات تعرض عليا توجد لي غير طاجين ديال البرقوق وزعلوك صافي هادشي اللي بغيت كنموت على الطاجين ديال البرقوق ولكن اللي عارفه طاجين راه كلشي ضايق طاجين ديال البرقوق راه كلشي جوبونس كيبغي طاجين ديال البرقوق شتي مني تذوقوه مع اناناس بنفس الطريقه كيتصايب مع اناناس والمشماش المسماس مهمتي المشماش معسل والقرقاع ناري يا البنات كي كيجي خطير عجيب ما تشبعوش منه فان شاء الله غادي يمكن في العيد المهم في العيد عندي واحد الفروج راه يلاه شرملتو درتو في الفريغو يمكن غادي نديرو الا ما درتوش غادي ندير طاجين ديال اللحم باناناس ونوريكم كيفاش كيجي غزال 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 وكيفاش حتى كيتصايب البنات كيجي كيسطى كيهبل كيحمق وغادي ندير جافيل البنات كنديزانفيكتي بجافيل هذا ديال راجلي مهم غسلته له حيت قبل ما ديروه خاصو يتغسل ويكون الماء طايب ا 60 دوغري انا ما بغيتش ندير لا ماشين غير على ماسك اويلي فغليت الماء حتى على 60 دوغري وخشيته في داك الماء طايب وبقى واحد شويه في الماء طايب من بعد درت له الصابون وشللته جاني مازال فيه شويه ديال الصابون غادي نولي نشلو وسميتو ونديرو ينشف ضروري البنات خاصكم اللي هكا اللي عندهم خصوصا البنات اللي جوبونس اللي هنا في
فرنسا عندهم نفس لي ماسك فاصون راه كيعطيو لك فهاديك الباكيار هي كتكون مكتوبه بلا ايفو لافي لو ماسك. الصراحه هادو راه ما نعرفت انا يجوني ما يفو غيان بروتيجي ما الاخرين اللي حنايا كومونديناهم راه ما وصلوا مي دابا ما حطوهاناش في لا بواط او ليتر داروها في لا بوست صيفطونا غير باش نمشيو غدا لا بوست نجيبو هادوك لي ماسك. المهم هادوك لي ماسك فريمون ديال الفيروس ماشي بحال هكا لي ماسك لي فري ماسك ديال الفيروس هذا حنايا اللي خديناه بالفيلتر وبكلشي وكيتبدلوا الفيلتر جو كوا كل شهر كتبدلوا الفيلتر وكتشري عاوتاني دي فيلتر كتغاردي لو ماسك مي كتبقاي تبدلي غير الفيلتر اللي كيكون هنايا في الجنب على حسب اللي كيصفي لك داك لير اللي كيدخل هو اللي كيتبدل. رجعت عندكم دابا غادي نصوبوا واحد الشوربه ديال الريجيم. هاد الشوربه هادي ديال الدايت كيديروها الناس اللي كيديروا الريجيم. شنو فيها؟ هنايا عندي بصله مشلضه، عندي ثلاثه دروس ديال الثومه او ثلاث فصوص الثوم، وعندي طرف من سكنجبير او الزنجبير الفخي طري محكوك. هنايا عندي سميتو هذا اويلي مشات لي السميه الشوفلور. عندي هنايا الشوفلور هذا غادي تكون لا سوب بهاد الشوفلور هذا، وعندي جوج حبات ديال خيزو. المهم انا في هاد الكسرونه غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في هاد الطنجره هادي هكا، غادي ندير فيها الزيت البلديه، ما نديرش بزاف الزيت غير شويه. غادي نلوح هاد البصله والسكنجبير. بعد ما تهبط ليا هاد البصله والسكنجبير والثومه اللي هنايا غادي ندير الشوفلور وغادي ندير خيزو، وفي العطريه غادي ندير هاد الملحه هادي، غادي ندير شويه ديال الكوري هذا ولا الكاري هذا، وغادي ندير هذا الخرقوم، وغادي ندير الابزار. صافي هادشي اللي غادي ندير في العطريه، وغادي ندير الماء طايب عليها ونخليها طيب. ملي غادي طيب غادي نطحنها وغادي تولي بحال كوم ان فولوتي ديال 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 الشوكولا. هنايا عندي داك الشوربه اللي درتها معكم، راه مازال غير واحد شويه دابا راهي طابت، كنخليها غير تنشف شويه من الماء. هنا عندي في هاد الطنجره هادي عندي الروز اللي درتو على الطريقه التركيه البنات، درت معاه اللوبيا الحمراء. المهم غاديش نكلي نحلو دابا حتى يطيب، حيت راني مقله عليه البوطه وشاده هادي مزيان باش يطيب مزيان. هنايا البنات في هاد المقله هادي غادي ندوز نصوب لاصوص اللي غادي تتماشى ليا مع هاد الروز. ففي هاد المقله درت حبه ديال الفلفله، حبه ديال الخيزو مقطعه رقيقه، حبه ديال البصله، ودرت اربعه ديال المطيشات صغيور، ثلاثه ديال المطيشات صغيورين مع معلقه كبيره ديال المطيشات ديال الحل. غادي نخلي هادشي راني خليته يهبط. دابا غادي ندوز غادي ندير الهريسه عليه على هاد على هاد لاصوص هادي ديال هاد الطحين ديال الججلان. هذا الججلان مطحون البنات، الطحين ديالو هكذا مرقد في الزيت ديالو النيت. فغادي ناخذ معلقه منه، معلقه كبيره بحال هكذا، وغادي نديرها هنايا، ندير شويه من الزيت ديالو، وغادي ندير معلقه ديال الصوجا، فوالا معلقه واحد نقيطه، غادي ندير الملحه، غادي ندير شويه ديال الابزار فوالا، وغادي ندير هاد البهارات هادو فيهم بزاف ديال العطريات مخلطين هنايا، كيداروا في اللحم في الدجاج في الحوت، المهم في كل شيء. ولكن انا الاكثريه كنستعملها للدجاج واللحم حيت عندي وحده اخرى ديال الحوت. المهم ناخذ هاد المعلقه هكا وغادي نديرها على هاد لاصوص هادي. وغادي ناخذ البنات هادي الصلصه ديال الفلفله، هادي فلفله هكا ديال التواركه ناري شحال زوينه. هادي غير الفلفله البنات كيف ما كتشوفوا، غير الفلفله هادي بوحديتها مطحونه. غادي ناخذ منها حتى هي واحد المعلقه وغادي نديرها على هاد لاصوص هكذا، معلقه بحال هكا
هادي غزاله البنات، عرفتي ديروها في لاصوص ديال لي بات ديال البيتزا ديال اي حاجه. المهم ها هي لاصوص، دابا درت لها القوام ديالها كاملين، ندوب غير هاد الجنجلان اللي درت دابا، ومن بعد غادي نزيد عليها الكفته، الكفته اللي غادي نزيدها في هاد لاصوص هادي، وغادي نشد هاد المقيله وغادي نخليها تقلى وطيب او ميم طون هاد الكفته، حيت كلشي عندي طايب، البصله خيزو الفلفله وماطيشه كلشي طايب. غادي نخلي غير هاد الكفته هادي، وعلى ما يوجد الرز داك الساعه غادي نرجع عندكم باش نوريكم كيفاش كتقدم. ها هي دي الشوربه اللي درت معكم. مهم بعد ما طحنتها شفتوا البنات كي كتجي خاتره وكتجي مزيونه في المذاق، وداك المذاق ديال الكوري كيعطيها واحد البنه زوينه. هنايا لاصوص ديال الروز هي هذه، ها هي وجدت ليا. وهنايا الروز اللي درت معاه اللوبيا الحمراء البنات. المهم طاب، راه مازال شاده عليه، راني ضافيه عليه غير شاده عليه باش كيتجمع داك السخونيه في قلب الطنجره وكيبقى الروز فتي زعما كيبقى معلك. صافي انا وجدت الطبيله ديال الفطور. هنايا هذيك الفولوتي ديال الشوفلور وخيزو كيجي بحال هكا، زوقته بالمعدنوس. وهنايا درت شليضه ديال المعدنوس مطيشه والبصله. هنايا خلاص درت لاغيكو اللي بالثومه والقزبور، طايبه في الثومه والقزبور. وهذا البلا ديالنا ديال الروز مع الكفته اللي داك لاصوص اللي طايبه بالطحين ديال الجنجلان، وخلاص الروز درت معاه اللوبيا الحمراء طابت وصافي. اميره تشوفي ميام ميام سي بون ودي موا سي بون وي او نو دي موا افون سي بون واو مونتر موا او تشوفي ميام ميام برافو حبيبه يلا كولي يلا كولي. وصافي الكبيدات، هنايا درت عصير ديال اناناس مع الكيوي والتشين، خلاص هذا عصير ديال اناناس. وهذا ديتوكس ديالي اللي كنشرب ديال التشين لاموت بوافري وجانجون. هذه هي الطبيله ديال الفطور ديال اليوم. المهم دابا غادي نجلس الفطر حيت لقيتها ديال الفطور، ونتلاقاو مور الفطور الكبيدات. انا رجعت من مور الفطور، المهم فطرنا، جمع الطبله، غسلت المواعن، جفيت الدار، قديت كلشي وصافي وساليت. وي حبيبه غادي ناخذ، غادي ندير واحد شويه ديال البخور. انا البنات كيحمقوني هاد البخور، هادو كيسطيوني دائما كنشريهم. هنايا مكتوبه هذا بخور ليله الجمعه، وهذا بخور ملكي، بخور رويال. فريمون واحد الريحه فيهم ناري، عرفتي راه كتبقى لاصقه حتى في الحوايج، حتى في الريدويات، حتى في الفراش. الله يا ربي، عرفتي ما كرهتكمش تشموهم البنات، الريحه ديالهم خطيره فريمون غزاله، وانا كيحمقني هاد الريحه هادي تبقى في الدار. فدايما كنبخر صراحه، كنطلق في الدار سواء بالنهار ولا بالليل. المهم وقتاش ما حسيت براسي باغا البخور جنوني كيطلبوا لي المهم وقتاش ما بغيت البخور كنديرهم، اغلبيه كندير دائما كنطلقهم مني كنجمع الدار وكنسالي، فكنبغي داك الريحه زوينه تكون عندي في الدار. المهم هنايا دايره دوك الجمر، هنايا جوج ديال الشيشه، انا هبط لكم هكا باش تشوفوا. فوالا كنهرسهم مزيان بحال هكا، وكندير من هادو. المهم هادو الثمن ديالهم، هاد القريعه كدير بربعة اورو. البنات اللي هنايا في فرنسا الا بغاوهم راه كيتباعوا في داك المغازان سميتها نينا بازار، راني ديجا هدرت لكم عليها في واحد الفيديو ديال داك الزري هاد الحبات السوداء، ديجا خليت لكم تما فين كاين وفين غتمشي. المهم هذيك المغازان اللي سميتها نينا بازار، منها كناخذ انا منها هاد البخور هذا. غادي ندير واحد العويد بحال هكا هنايا، وغادي ناخذ من هادي وغادي نفتتها هنايا. الله يا ربي على ريحه، الله 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 يا ربي، الله على ريحه كتسطيني كتحمقني، كعرفتي شنو هي كتنوض فيا الحوايش هاد الريحه هادي فريمون كتحمقني. وانا شنو كندير، كنحل حتى البلاكرات ديال الحوايج وكنخلي فيهم هاد الريحه هكا ديال البخور طالعه، فريمون راه كتبقى لاصقه في الحوايج. دابا كنبخر لا غدا في الصباح ملي كنوض، فاش كنكون كنحل السراجم الريدو كتعطيني الريحه ديال البخور من الريدويات. دابا الكبيدات غادي نمشي ندورها في الدار. الله عرفتي ما كنخصهاش نحطها من يدي هاد البخره هادي، ما غادي نحطها هنايا فوق الطبله.
وصافي الكبيدات. المهم غادي نشد معكم دابا الفيديو هنايا، مازال عندي دوك شويه ديال الحوايج غادي نمشي نحيد منهم، اللي غادي يتحدد غنخليه حتى لغدا ونحدو، واللي غير غادي يتطوى غادي نطويه. وصافي الكبيدات ديالي غادي نمشي من بعد ندير واحد الماسك. المهم انا غادي نشوف الا كان الفيديو طويل غادي نخلي الماسك حتى نديرو في شي فيديو واحد اخر، الا كان الفيديو قصير غادي ندخل لكم هذا الماسك اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله، ندخل لكم في هذا الفيديو هذا. هو هذا الكبيدات. المهم غادي نحبس الفيديو هنايا ونشوفو ابري بور لو ماسك. كنقول لكم نتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم، نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين. نتمنى انكم تدعموني في القناه الكبيدات وتشاركوا في القناه الا كنتو باقي ما مشاركينش، او الا كنتي انت اول مره كتشوفي هذا الفيديو طحتي فيه على يوتيوب. فنتمنى الا عجبك هذا الفيديو تابوني في القناه وتخلي لايك للفيديو باش تدعميني. وصافي الكبيدات ديالي كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم وبوسه كبيره مني ليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. سلامه.